في 3 أيام الماضية لاحظنا أن في تعنيف للمسلمين في بورما، نعم، لكن صمت الإعلام تماما عن الدفاع عنهم. نعم، هو الإعلام لم يصمت. الإعلام لا لم يصمت. هذه الأمر الذي يقول الإعلام صمت، الإعلام ما صمت. بقناة أبو ظبي تم عرض، أتمنى أنك أنت يا لا أنا سأخبرك، أنا الإعلام ما صمت. الترويج الذي يقول الإعلام العربي صامت ترويج إخواني خبيث من الإخوان المسلمين. أنا أقول لك، أنا لا أفيدك حتى أبين لك، إلا الإعلام السعودي مثلا تناول قضيتهم، الإعلام الإماراتي تناول القضية، الإعلام المصري تناول القضية، الإعلام العربي تناول هذه القضية، تناولها بس أكمل سأعطيك. لكن الإعلام الإخوانجي الآن خصوصا بقناة يقول لك أين صمت الإعلام عن، هم تكلموا لكن للأسف الرأي، والرأي الذي لا يعترف بالرأي الآخر يحاول تشويه صورة الإعلام، وإلا الإعلام تكلم. وللعلم الإمارات دعمها للمسلمين هناك تجاوز المليارات. صحيح. والسعودية سبقت الإمارات أيضا بالدعم الذي تجاوز المليارات، لكن الإعلام الخليجي ما يشوف هذه الأمور. الإمارات دولة سباقة للخير بالضبط. في جميع يعني الآن العالم. الهلال الأحمر موجود هناك، هل تعلم؟ يعني أعطيك مثال، أنا بعطيك مثال. أحد الحلقات كنت أريد أن أسوي حلقة عن جهود دولة الإمارات العربية في بورما، في الفقراء في أندونيسيا. هل تعلم أنه جاء رفض؟ تعلم ليه؟ جاء الرفض أن دولة الإمارات لما تعمل لله وليس للترويج الإعلامي. صحيح. نحن قلبنا وجعنا عليهم، فلهذا السبب. ولا الهلال الأحمر الآن موجود ترى ويدعم، لكن للأسف الإعلام الإخوانجي ما يأتي لهذا الأمر. بغض النظر عن ديانات، ليش نعمل فيهم يعني مثل هذه الأمور؟ الشاهد إنه موجود. لكن يعني أعطيك مثال، مثلا حتى ترى خبث الإعلام الحزبي، لأنهم هم أصلا يعادون دينك. أنا لماذا أتكلم؟ لأنهم هم أعداء للدين. ترى أعطيك مثال، الملك سلمان حفظه الله أخذ 1000 حاج من مصر مجانا، أخذ 1000 حاج من اليمن، أخذ 1000 حاج من أسر الشهداء، أخذ 1000 حاج من الأردن، أخذ 1000 حاج، ألوف الحجاج أخذه من الهند مجانا على نفقته يحجون. كمثال، أحد زعماء الإخوان المسلمين أخذ واحد للحج على حسابه، طار به الإعلام الإخوانجي وغفل عما فعل. فهذا يعطيك دلالة أنهم أحزاب. أنا الآن لو أقول على الهواء مباشرة أنا من الإخوان المسلمين، أصبح ثاني يوم الإمام المحدث وسيم يوسف، علمت؟ فلهذا لا تصدق، يعني لا ترسخ في ذهنك أن والله الإعلام يغفل عما يجري في المسلمين. لا يمكن. أنا سألت السؤال بناء على يعني من جرحنا على هذه الناس، يعني هاي الناس بشر في النهاية، بشر بغض النظر عن الملة ولا الدين. نعم، صح، وهذا هو منهجنا. نحن لا ننظر لدين أكيد الناس أكيد، وإنما ننظر لإنسانيتهم. كل من يحتاج مساعدة مدوية. بارك الله فيك. آمين. الله يحفظك. آمين. وأنا أتمنى يا شيخ أنك تتواصل معي. إن شاء الله، أبشر إن شاء الله. شكرا لك. الله يطول.